المغرب يطلق منصة التأشيرة الإلكترونية. بدأ المغرب العمل بالتأشيرة الإلكترونية والإسرائيليون أول المستفيدين. ابتداء من اليوم 10 يوليوز 2022 أطلق المغرب مسطرة منح التأشيرة الإلكترونية، وذلك بهدف تسهيل منح التأشيرة للمواطنين الأجانب والخاضعين لهذا الإجراء من أجل تحسين وتبسيط وتحديث الخدمات القنصلية بداية بمواطني إسرائيل وتايلاند في أفق تعميمها على عدد من الدول. وحسب وزارة الخارجية، تندرج التأشيرة الإلكترونية في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب على الصعيدين الوطني والدولي. لرقمنة الخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية، وكذا في إطار تحديث العمل القنصلي على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة، كما أوصت بذلك الوزارة بخصوص إصلاح هذا المجال. وتعتبر هذه التأشيرة الإلكترونية ترخيصا لشخص واحد تمتد صلاحيتها ل 180 يوما كحد أقصى ابتداء من تاريخ إصدارها، وتتيح الولوج إلى التراب المغربي من أجل الإقامة لمدة تصل إلى 30 يوما كحد أقصى. وتستفيد 3 فئات من المواطنين الأجانب من التأشيرة الإلكترونية، وهم مواطنو عدد من البلدان المحددة في قائمة موضوعة من طرف السلطات المغربية المختصة، تايلاند وإسرائيل كمرحلة أولى، والمواطنون الأجانب الذين يتوفرون على تصريح بالإقامة أو بالإقامة المؤقتة ساري المفعول 180 يوما على الأقل عند تاريخ إيداع طلب التأشيرة الإلكترونية، والمقيمون في إحدى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة واليابان والنرويج ونيوزيلندا وسويسرا، وكذلك الرعايا الأجانب الحاملون لإحدى التأشيرات غير الإلكترونية من بلدان شنغن والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة وإيرلندا ونيوزيلندا متعددة الدخول وصالحة لمدة 90 يوما على الأقل في تاريخ إيداع طلب التأشيرة الإلكترونية. وستتم معالجة الطلبات المقدمة عبر الانترنت من طرف المواطنين المعنيين عبر منصة assismaroc.ma والمتعلقة بتأشيرات السياحة والأعمال في أجل 24 ساعة تأشيرة سريعة و 72 ساعة تأشيرة موحدة. ومن أجل إطلاق التأشيرة الإلكترونية، وضعت الوزارة بالتنسيق مع القطاعات المعنية إطاراً قانونياً للتأشيرة الإلكترونية وسائل تبادل المعطيات في هذا المجال، وسيؤمن عملية معالجة الطلبات التأشيرة الإلكترونية ضمن الآجال المحددة. قبل الخروج لا تنسى لايك والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.